عشرة المهن الموسمية الرمضانية تبرز مع حلول شهر رمضان رجالاً ونساء يجدون في شهر الكرم موسم عمل ورزق وفرصة مواتية لتحسين دخلهم، فيبدعون في صناعة الحلويات والمعجنات وفق أشكال ومكونات مختلفة لتلبية الطلبات المتزايدة خلال هذا الشهر المبارك. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. دابا كيكون عندنا الإقبال دابا في رمضان بزاف على الحلويات، على المعسلات الشباكية والبريوات، بزاف ديال الحوايج كيكونوا في رمضان مختلفين على الأيامات العادية، والفينوازري بطبيعة الحال اللي كتكون نتايا على إقبال بزاف، والصالي كيكون عليه إقبال بزاف، وكنتمناو نكونوا عند حسن الزبناء ديالنا. احنا دائما كنزيدوا نطوروا راسنا من زعما من الحوايج اللي زعما كنسمعوا عليهم بزاف، الحوايج اللي كيكونوا ناقصيننا، وحنا ديما كنكون عندنا الجديد، اثمينا في متناول الجميع، وحنا كنديروا دائما كيكون عندنا الجديد، وكنتمنى نكونوا عند حسن الكليان ديالنا. واستغلت مجموعة من المخابز هذا الشهر الفضيل لصناعة أشكال جديدة من الحلويات وتطوير منتجاتها من أجل جلب المزيد من الزبائن وتقديم منتوجات ذو جودة عالية، على اعتبار الجودة هي المعيار الرئيسي لجلب الزبائن. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد، بالصحة والسلامة باش ما تمنيتو ان شاء الله. الوقت كاينين حنا دي غروب، كاينين غروب ديال الليل وغروب ديال النهار، يعني حنا كنخدموا خدمة مقسمة، كيكونوا الدراري ديال الليل هما اللي كيوجدوا ديال الصباح باش يخدموا، باش داكشي كيخرج في الوقت باش الناس يمشيو يلقاو داك سلعتهم في الوقت. الأثمنة بالأثمنة مناسبة، يعني أثمنة مناسبة لا في الصالي لا في الفينوازغي، يعني كلهم أثمنة مناسبة. ضروري كيكون شويه الضغط في رمضان زايد على الايام العاديه، بالاخص كيكون الضغط في الصالي وفي الشباكيه البريوات حيت هما اللي كيكون لهم اقبال في رمضان. في رمضان كتكون فيه شويه الخدمه وشويه الضغط مع الكليان وهادي، وكتكون الساعه ديال الاذان قريبه، وكيكون ديك الزربه ضروري كعارفه، وهذا هو رمضان. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.